بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله على بركة الله، استأنف دروس علمية في النفس بالحرام في تفسير القرآن العظيم، تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب عمدة الأحكام. قد وصلنا إلى منتصف تفسير قول الله عز وجل: يوم يقول المنافقون كذا ينادونهم. ممكن تذكرنا بها جزاك الله خير؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قوله ينادونهم، قال الله تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. قال المؤلف: ولو افتديتم بملء الأرض ذهبا ومثله معه لم تقبل منكم، ومأواكم النار أي مستقركم هي مولاكم التي ولاكم وتضمكم إليها وبئس المصير. وقال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا. قوله تعالى ينادونهم، لازلنا نتصور المشهد بين المؤمنين والمنافقين. يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ثم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هل انتهى المشهد؟ لا، هذان فريقان، المؤمنون والمنافقون. هنا يتحسر المنافقون حينما ضرب هذا السور الذي ظاهره والعياذ بالله العذاب لهم، لأنهم جهة النار. فحصلت هذه المساجرة بينهم وبين المؤمنين، وهذا من مواقف التوبيخ والتبكيت لغير المؤمنين. يوم يفرح المؤمنون بنور الله عز وجل، يحرم المنافقون ويعيشون في ظلمات. يوم يفتح للمؤمنين طريق إلى الجنة ويفتح للمنافقين طريق إلى النار، هنا يحصل الفرق بين الفريقين. وهذه دعوة للناس في الدنيا، ولا سيما من يقرأ القرآن الكريم،
أنه يعنى بالإيمان والعمل الصالح. ترى أمامكم وأمامنا وأمام الناس كلهم مواقف عصيبة تستحق أن نعمل له، وذلك بالتوحيد والسنة وإقامة الشعائر وفعل الخير والبعد عن الشر وعدم التساهل بالواجبات الشرعية أو ارتكاب المحظورات والمخالفات والمنكر. ينادونهم، ينادي المنافقون المؤمنين، ينادونهم، طبعا هذا استئناف، استئناف واقع في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل فماذا يفعلون بعد ضرب السور؟ ماذا يعملون؟ يجي التحسر والندم فينادونهم. تصور أنك يعني أنت في الدنيا أحيانا إذا وقع زميل لك أو أخ لك أو عدو لك في مصيبة، سيظل يستنجد ويستغيث حتى يجد من يغيثه، ولا مغيث إلا الله عز وجل هنا في هذا الموقف، ثم عملك الصالح. لهذا يجب أن يحرص المؤمنون في الدنيا على العمل، ويحذروا طرق النفاق وصفات أهله العقدية وأيضا العملية. ينادونهم لما حصل ضرب السور وشاهدوا العذاب، ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور، أنهم إذا نادوهم استمع المؤمنون. ماذا يريدون؟ قالوا لهم، قال المنافقون للمؤمنين: ألم نكن معكم؟ كنا معكم في الدنيا، نصلي معكم الجمعة والجماعات ونوافقكم في الأمور الظاهرة كالصلوات والصوم والمناكحات والموارثات ونحوها من التعاملات، ألم نكن معكم؟ الجواب ما هو؟ بلى، ولكن بلى ولكنكم، جواب للمؤمنين من المؤمنين للمنافقين. قال المؤمنون للمنافقين: بلى كنت معنا. انت لازم الحين تعيش المشهد، هذا السياق، هذا الموقف العصيب، وهذا السجال الذي جاء في تعزيز وتشجيع وتحفيز أهل الإيمان، وفي توبيخ وتبكيت أهل النفاق. قالوا: بلى كنتم معنا، لكن حسب الظاهر. هي العبرة بالقلوب وليست العبرة بالقوالب ولا بعمل الجوارح، العبرة بالقلوب. ولكنكم أيها المنافقون، وذكروا لهم أربع جرائم، أربع مخالفات، ليظهروا أسفهم على ما آل إليه أمرهم. ويومئذ يفوز المؤمنون ويقع المنافقون في سوء صنيعه. ايش الأمر الأول؟ لكنكم أيها المنافقون فتنتم أنفسكم، هذا الأمر الأول الذي فعلتموه وخالفتمونا به، خالفتم أهل الإيمان، فتنتم أنفسكم. والفتنة من الفتن، وهو الابتلاء، ابتليتم أنفسكم. ما الذي جعلكم تسيرون في طريق النفاق؟ كان لكم في الإيمان سلوى ومنجاه
وفوز ونور ونجاة من العذاب، لكنكم فتنتم أنفسكم، استسلمتم لأنفسكم الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ولهذا يجب حينما ترى في نفسك أي تجاوز أن تجمها وتلجمها، لا تحيد عن الطريق المستقيم، وإلا النفس والدنيا والشيطان والهوى أربعة أعداء للإنسان: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ فيحتاج المؤمن إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فتنتم أنفسكم، أهلكتموها. بعدين لاحظ التعبير القرآني أضاف الفتنة إلى النفس، لأن النفس فتانة. فتنتم أنفسكم، أنفسكم التي بين جوانحكم، أنتم مطالبون تكون أنفس مطمئنة للإيمان، وأنفس لوامة إذا حصل منها أي تقصير تلوم نفسها. والنفوس ثلاث: مطمئنة وهي نفوس أهل الإيمان، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ونفوس لوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي نفس المؤمن التي تلومه إذا ارتكب شيئا مخالفا أو ترك شيئا واجبا. لهذا دائما المؤمن يجد في نفسه لوم إذا وقع في محظور، ويبادر بالتوبة والاستغفار، ويشعر نفسه بالافتقار إلى الله عز وجل حينما تغلبه نفسه. يعني لا يسترسل محظور النفس، لأن النفس مهلكة، نفس مرضية. شو اللي جرى هذا للنفاق؟ إلا النفوس الأمارة بالسوء. إضافة الفتنة إلى النفس إضافة الميل والشهوة، وفي شهوة وفي شبهة. النفوس تنساق إما مع الشهوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وإلا مع الشبهات، لأن إبليس والنفس والشيطان وأعداء النفس يزينون للنفس الميل والشهوة والشبهة. هذا الأمر الأول. ولذا جاءت الفتنة في القرآن على ثلاثة أنواع، جاءت الفتنة في القرآن على ثلاثة أنواع: فتنة النفوس، ولكنكم فتنتم أنفسكم، وفتنة الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وفتنة الشيطان يدخل فيها الوسوسة والشكوك وفتح باب الأوهام على الإنسان، فليحذر المسلم ذلك. وجاءت الفتنة ثالثا منسوبة إلى الله، قال الله عز وجل: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، يعني فتناهم ابتليناهم. والله عز وجل هو القادر على كل شيء. وتجي عاد فتنة المال والولد: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفتنة المنصب، وفتنة يعني النسب، وفتنة وفتنة. يحتاج الإنسان إلى أن يلجم نفسه، تواضع مهما أغى الله عليه. عش مع المسلمين، لا تفتنك نفسك أو ما أنعم الله به عليك من نعم.
كن دائما كلما زادت نعمة ازددت شكرا. وهنا يتمحص أهل الإيمان من أهل النفاق. شوف المؤمن لا يتغير حتى في الفتن، حتى في الابتلاءات تجده يصاب بمصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تجد جائحة يفقد عزيز لديه يحتسب ويرجع لله ما أخذ وله ما أعطى. وإذا جاءته نعمة فإنه يشكر الله عز وجل ولا ينساق مع فتنة النفس. يعني إذا جاءك مال لا تنساق مع فتنة النفس تبذره وتنفقه في غير أوجه المشروع. وهكذا في كل مجال الفتنة، والفتنة خطأ وأشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والعياذ بالله. من يفتنون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ فالإنسان في أمان وفي عصمة من هذه الفتن إذا تحلى بالإيمان بالله عز وجل. إضافة الفتنة لقوله لله عز وجل في قوله فإن فتن قد فتنا قومك، إضافة الخلق لأنه خلق الضلال فيه ليفتدي، وهذه حكمة من الله عز وجل. الجرم الثاني فتنتم أنفسكم، ما انتهي. اثنين وتربصتم. مش معنى تربصتم؟ التربص الانتظار، فتربصوا إن معكم متربصون. لكن فرق بين تتربص في الخير تتربص في الشر لأحد من الناس. فنكون نحن نتربص حينما نبتلى ننتظر، وحينما يحصل أي أمر. لكن الغالب في سياق التربص يأتي يعني في سياق التهديد، تربصوا وتربصتم. إيش معنى تربصتم؟ يعني بالمؤمنين الدوائر، والتربص الانتظار. عاديتم المؤمنين وتربصتم. تدخل المنافق دائم يتمنى هذا المؤمن الله يعني يصيبه ويجيبه ويحصل له من المشاكل، وقد يكون هذا من خلص المؤمنين. وأين المؤمن الذي يحمل هذه الضغينة على قلبه ويتربص بأخيه المسلم؟ إذن التربص من أعمال النفاق. وتربصتم بالمؤمنين عاديتموهم. وكم هم المنافقون اليوم اللي بما لهم شغل إلا عداوة المؤمنين والأذى لهم بألسنتهم وأيديهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. نعوذ بالله من هذه الحال، لا يرتاح إلا بالمشاكل ولا بالأذى، وإلا يجيه اليوم مثل الشيطان الذي ينصب عرشه على البحر أو على الماء ويبث جنوده. ماذا فعلت؟ قال أغويته حتى ترك الزكاة والحج والصوم وحتى ارتكب المحرمات وحينما يجي واحد يقول ما تركته. شوف يتربص حتى بين الرجل ومرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين مرأته. كيف التربص خطير جدا. فعلى المسلم أن يحذر طريق المتربص، يحب الخير للناس ويحب الخير إخوانه المسلمون وإخوانه في الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. حينما أرى أخي ينعم الله عليه بمال أحمد الله كأنه مالي، وحينما أجد
زميلي يصل إلى مرتبة عليا أحمد الله وأفرح له لأن يعامل كنفسي، وهكذا في أمور الدنيا، أو يأتيه ولد أو إلى أحد. التربص عمل المنافق، إما يتربص بالمؤمنين أو يتربص بمحمد صلى الله عليه وسلم. كان المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويؤذونه ويعملون الأفاعيل لأذاه وأذى قومه، وإن أظهروا خلاف ذلك. نعم أيها المنافقون، تربصتم بمحمد صلى الله عليه وسلم الموت، وتمنوا له الموت والأذى والقتل، وكانوا يتمنون أن لو يحصل ذلك له. شوف كيف قد يكون هذا أشد من الكفر، لأن الكافر عداوة ظاهرة، لكن المنافق اللي يجيك يطبل لك ويعطيك وذا ويضمن من وراك الشر بطعنات النجلان وكيد كبار، لكن وينكرون وينكر الله. يسلم الإنسان دائم أمره لله ويكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل، ويبشر بالحفظ والصيانة من لدن الله عز وجل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قلتم نوشك أن يموت، أن يموت محمد فنستريح منه، وهو وصف قبيح، لأن انتظار موت وسائل الخير ووسائط الحق من عظيم الجرم والقباحة، سواء كان صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام أو كل صاحب دعوة، الذين يبغضون العلماء، يبغضون الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتربصون بهم الدواعي، أي إيمان عند هؤلاء؟ فليتنبه لهذا، وهذا من طريق المنافقين والعياذ بالله، إذ شأنهم أن يرجى طول حياتهم ليستفاد منه ويغتنم في مجالسهم، لكن هؤلاء المنافقين لا يريدون موته، أريد حياته وأريد موتي، عذيلك من عذيلك من مراد. الثالثة وارتبتم، تربصتم عرفناه، وحين جد وارتبتم، هذا الجرم الثالث، هذا اللي منعكم يوم تنادونا، هذا اللي منعكم يوم أقيم السور وضرب بيننا وبينكم، أنتم سور العذاب ونحن سور الرحمة. من جرمكم ارتبتم. المنافق صفته الشك، أبدا دائما تجد المنافق شكاك، بينما المؤمن على يقين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم أعلمهم الذين يستنبطونه. فإذا هذا الفرق، خليك على يقين وثقة، لا تهزك الزوابع، كن كالجبل في ثباتك على الحق وعلى دينك، واعلم أن كل من سار على هذا الطريق سيبتلى وسيكون له حاسدون وحاقدون ومتربصون، لكن لن يضروه شيئا، لن يضروكم إلا أذى، وهم يؤذون أنفسهم قبل أن يؤذوهم، ولن يكتب لك إلا ما كتب الله لك، لن يأتي، والله لو اجتمعت الخلائق كله أن تدلك على خير أو تجلب لك خير ما كتبه الله لك، لا يمكن، لن ينفعوك أبدا، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. شك، شك في الدين، شك في أمر الدين والنصر، دخلهم الجبن، أيضا شكوا في النبوة، شكوا في يوم القيامة، شكوا في تعاليم الإسلام، ولم يصدقوا ما أنزل القرآن ولا بالمعجزات، فأصبحت حياتهم كلها في شك وافتراء وقلق
ما استطاعوا أن ينفسوا على أنفسهم إلا بالاغتيال والتربص والفتنة للمؤمنين. الرابعة وغرتكم الأماني، الرابعة وغرتكم الأماني. الأماني رؤوس أموال المفاليس، سراب قد يتمنى الإنسان ما هو مستحيل. كانوا يمنون أنفسهم بالنصر وأنهم يغلبون المؤمنين وأنهم يريدون الظهور والغلبة في الدنيا، فكانت أمانيهم فارغة ومفلسة وباطلة. ومن جملتها الطمع في انتكاس أمر الإسلام، والأماني جمع أمنية، كالأضاحي جمع أضحي. وقيل وغرتكم الأماني أنه خداع الشيطان، خداع الشيطان. أماني كانوا يتعلقون بها لكنها صارت خدعة ما هي حقيقة. قول رابع قاله أبو الليل أو ثالث، أباطيل الدنيا. الأماني أباطيل الدنيا، هذه ثلاثة أقوال للمفسرين في معنى وغرتكم الأماني. وقيل أباطيل الدنيا غرتكم الأماني إلى متى؟ حتى جاء أمر الله، يعني ما تنفعكم أمانيكم. أمر الله ما هو هنا؟ وعده، أمر الله وعده، وأمر الله نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة حتى جاء أمر الله هو إلقاؤهم في النار، ما عاد بينفعهم نفاقهم. اكتفينا بهذا؟ لا، باقي وغركم بالله الغرور، غركم بالله الكريم الحليم الغرور. والغرور قرئ بالفتح الغرور، وغركم بالله الغرور وهو الشيطان، وقرئ بالضم وغركم بالله الغرور وهو الخداع للنفس، خداعكم لأنفسكم وإعجابكم بها وغروركم عن التكبر عن الحق والعياذ بالله. ها هو اليوم غركم بالله الغرور الشيطان، غركم الشيطان بأن الله عفو كريم حليم لا يعذبكم مثل من يقف نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ويفعل ما يفعل، والله غفور رحيم. طيب وأن عذابي هو العذاب الأليم، انتبه، بين أوامر تثاب عليها أو زواجر تعاقب عليها. قال قتادة رحمه الله: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار. وقال الزجاج: الغرور على وزن ثعول، ثعول بالفتح، وهو من أسماء المبالغة، يقال فلان أكول كذا، فلان شروب، فلان لعوب كذا، يعني مبالغة في ما وصف به من الأكل أو الشرب أو اللعب. أكول كثير الأكل، شرب كثير الشرب، لعب كثير الملاعب، وهي صفة حسنة في المرأة. وكذا الشيطان
الغرور، لأنه يغر ابن آدم كثيراً. الغرور الشيطان، لأنه يغر الإنسان ويخدعه. قال في المفردات: الغرور كل ما يغر الإنسان من مال. المال غرور وغرور، لأنه بريق ولمعان. ولهذا اسأل أكلة الربا واللي يحتالون واللي يأخذون طرق الفساد ولا يتحلون بالنزاهة والشفافية، أو الذين ينالون من الأموال العامة وخزينة الدولة، لأنه بريق. لكن العقاب لهم بالنقصان في الدنيا قبل الآخرة. والجاه كذلك يغر الإنسان. كم من أناس غرتهم الكراسي والجاه والنسب، فأصبحوا في تكبر على سائر الناس، وهذا لا يليق أبدا، وهو شأن النفوس الضعيفة. المؤمن والرجل العظيم كلما زاد رفعة في الدنيا زاد تواضعا وخوفا من الله تبارك وتعالى، وحبا لعباده وحبا لنفعهم. وكذلك الشهوة والشيطان وشياطين الجن والإنس، وقد فسر بالشيطان الغرور إذ هو أخبث الغاوين في الدنيا. في الدنيا، وفي لطيفة: الدنيا لها ثلاث صفات رائية: تمر، تغر، تغر. أعدها يا بطل: الدنيا تمر وتغر وتضر. يلا، من يعيدها وله جائزة عند الزملاء في التوجيه والإرشاد. يلا تفضل يا أخي المعتمر الكريم، تقبل الله منك، تفضل. نعم، تمر. ممتاز. أعيدها ثانية: تمر، مرور يعني سريعة. أيوة تمام. وتضر، يعني مهما كانت تنفع لك تضرك ما لم تستثمرها في الطاعة. والثالثة وشي؟ تغر. يا سلام عليك، تستحق الجائزة عند الزملاء مع الدعوات الصادقات لك وللحاضرين جميعا والمسلمين والمتابعين. بارك الله فيك. تغر وتضر وتمر. فالعاقل لا يغتر ولا ينظر ولا ولا يمر، يعني لا يأخذه فتنة الدنيا بمرورها، بل يستغل دقائقها ويستثمر ساعاتها فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. قرأ الجمهور: الغرور، وهو صفة على فعول، والمراد به الشيطان، أي خدعكم بحلم الله وإمهاله. وقرأ أبو حيوة ومحمد بن المسيفع وسماك بن حرب بضمها: وغركم بالله الغرور. والأول قراءة الجمهور: وغركم بالله الغرور. نعم. ومعنى الآية الإجمالي للآية بعد هذا السجال بين أهل الإيمان والنفاق: أن المنافقين ينادون المؤمنين: أما كنا معكم في دار الدنيا نصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم الواجبات؟ فيجيبهم المؤمنون قائلين: بلى. صحيح، ما أنكروا، بل كنتم معه، كانوا في الصف الأول يزاحمون.
ولكن هذا ما نفعهم، لأن القلوب، ولهذا شوف الناس ثلاثة أقسام: مؤمن ظاهرا وباطنا، وهو المؤمن. اثنين: مؤمن ظاهرا لا باطنا، وهو المنافق. والثالث والعياذ بالله: لا ظاهرا ولا باطنا، وهو الكافر. وإن كان هذا أيسر على المسلمين، لأنك تعرف أن عدوك، لكن هذا ما تعرف، صلي معه ويعامله ومع هذا يتربص بك، لكن الله كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ ويوم القيامة يكون هذا والعياذ بالله الجزاء والمصير، وبئس المصير. قالوا: بلى، كنتم معنا ولكنكم أهلكتم أنفسكم باللذات والمعاصي، أخرتم التوبة، شككتم في أمر البعث بعد الموت، غرتكم الأماني، قلتم سيغفر لنا، ويقولون سيغفر لنا. الله ضامنين الجنة، الله خوش علم وعقل ودين. فاحذر أيها المؤمن هذا الطريق والمرتع الوخيم. وما زلتم كذلك حتى حضركم الموت وغركم الشيطان فقال لكم: إن الله عفو كريم لا يعذبه. والخلاصة أنكم كنتم معنا بأبدانكم لا بقلوبكم، وكنتم في حيرة من أمركم فلا تذكرون الله إلا قليلا. بعد هذا السجال وبعد هذه الصفات إيش النتيجة؟ فاليوم يعني يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هداية الآيات هذه أجلها شوي، الدرس القادم في اليوم تأكد من الموقف. من أهم الهدايات لهذه الآيات بشارة أهل الإيمان، فضل الإيمان. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، وفضل المؤمنات الصالحات القانتات العابدات التي تحلين بالإيمان، وأيضا إثبات النور الذي يكون لأهل الإيمان يسعى نورهم بين أيديهم، وهو نور العمل الصالح، وتلقاهم الملائكة وتعطيهم كتبهم بأيمانهم، ووجود هذا النور العالي الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يتقدمهم على الصراط، ويدلهم هذا النور حتى يدخلوا الجنة. بيان خطورة النفاق وصفات المنافقين، وهي إبطان الكفر في نفوسهم والتربص بالمؤمنين للانقضاء عليهم متى ضعفوا أو هزموا، وأمانيهم في عدم نصرة الإسلام وشكهم الملازم لهم، حتى إنهم لم يخرجوا منه إلى أن ماتوا شاكين، والعياذ بالله، في صحة الإسلام وما جاء به وأخبر عنه من وعد موعد. ولهذا كانت النتيجة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا ما تيسر إراده في التفسير. الحديث أبي المنهال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية،
ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. أحسن. كنا تحدثنا عن هذا الحديث الرابع في بيان مفرداته وألفاظه، وأظن وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وكان ينفتل. الانفتال الانصراف. كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر ينفتل، يعني ينتهي ينصرف من صلاته حين يعرف الرجل جليسه، يعني في نور. وهذا أحد أو إحدى الروايات في وقت الفجر، الغلس والإسفار. ينفتل، فتل، فتله، فانفتل كصرفه وانصرف، فتل. اقلبها اقلبها، فتل لا فات. الله ما شاء الله كتتيب. هذه من الأشياء المقلوبة التي تجي يمكن أن تعاي بها اليوم وانت رايح مع العشاء مع أبنائك، تقول له اذكر لي كلمة كلمتين، إذا عكستها يكون معناها أيضا معتبر في اللغة. منه ينفتل، انفتل، لفت، فتل. الانفتال على ثلاثة معاني. المعنى الأول السلام، إذا سلم الإمام انفتل من صلاته، هذا المعنى الأول. ولهذا قال وكان ينفتل، يعني يسلم من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، يعني انفتل بوجهه للسلام، السلام عليكم كذا ورحمة الله وبركاته، يعني يبين صفحة وجهه اليمنى وكذلك اليسرى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في ينفتل يلاقي المأمومين بجميع جسده، يلتفت عليهم يقابلهم، هذا الانفتال. وهذا الانصراف التام. ينفتل يعني انفتل بجميع بدنه وأقبل على المأمومين. وهذا له وجه في قوله حين يعرف الرجل جليسه، ما بيعرف الرجل جليسه حتى بيستقبلهم ويعرفهم وهم يعرفونه ويعرفون أيضا جلساءهم ومن يصلون معهم. والمعنى الثالث الانصراف من الصلاة إذا انتهى، حين ينفتل يعني حين ينصرف من الصلاة، حين ينفتل بوجهه، حين ينفتل وينصرف بجميع بدنه. وكلا المعاني سائغة واضحة ومتقاربة، وسيسلم على اليمين وعلى اليسار، ثم وهذا يعني موعد الانصراف من الصلاة، ثم سينفتل للمأمومين، وتلك هي السنة. قوله صلاة الغداة، المراد بالغداة صلاة الفجر. ليش سميت الغداة؟ لأنها في بداية النهار الغدو، وفي الوقت الغدو والعشي، العشي المساء، والغدو البكور، بداية النهار، ولهذا سميت الغداة. هل فيه حرج من تسمية صلاة الغداة بالغداة؟
ذكر بعض أهل العلم أنها لا تسمى كراهة تسمية صلاة الفجر بصلاة الغداء، ولكن هذا مردود لأن من أسماء صلاة الفجر صلاة الفجر، قال الله عز وجل من قبل صلاة الفجر، وقال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا فسماه فجرا. أن الاسم الثاني لصلاة الفجر صلاة الصبح، والأحاديث في هذا كثيرة، منها ما أخرجه البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح، كذا نص تسمية صلاة الصبح، يدعو على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، لأن فيه حادثة حصلت جعلت النبي يقنت، وهي مقتل 70 من قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانت هذه نازلة استحق من فعلها الدعاء عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث أن من تسميتها صلاة الغداء للحديث اللي معنا ينفتل من صلاة الغداء، فدل على أنه ورد فيها نص، وإذا ورد النص ارتفع الخلاف ولا حكم إلا مع النص. ولما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، يعني دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح أو يصلي الفجر، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ صلاتك وحدك ولا بصلاتك معنا؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ولهذا يتبين مرجوحية القول بكراهة تسمية الغداء وأنه لا بأس فيه، لكن صلاة الفجر صلاة الصبح أشهر، والغداة كالغدوة، في غدوة وفي غدوة، يمكن في غدوة بعد، وكلها لها معاني. فالغدوة هنا هي جمع الغدوات وهو وقت الغداء، وفي غدوة بضم الغين وهو يدل عليه حديث الوارد لروحة في سبيل الله أو غدوة، يجوز أنها تكون أيضا غدوة بالفتح. والغدوة غدوة، إذن الغدوة هي الرجوع، روحة وغدوة، لغدوة في سبيل الله أو روحة. والغدوة بالضم ما بين صلاة الغداء وطلوع الشمس، والغدوة الله يهنيكم بغداكم. مسائل الحديث، أهم مسائل الحديث هي المواقيت، وخلاف أهل العلم في بيان المواقيت. طيب نمسك صلاة الظهر. صلاة الظهر أيها الإخوة تبدأ، أول وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال باتفاق العلماء، لا يمكن أحد يقول أنه قبل الزوال تبدأ صلاة الظهر، أبدا. وقت ما قبل الزوال هو وقت الضحى،
وإذا أذن الظهر خلاص هذا وقت الزوال. هذا أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس، بل إن الإجماع على هذا نقله ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والسرخسي وابن رشد الحفيد والنووي وابن قدامة في المغني، أن العلماء متفقون ومجمعون على أن وقت صلاة الظهر من الزوال، ولهذا لو صلى الظهر قبل بدقيقة صلى في غير الوقت. قال الحافظ ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس من كبد السماء ووسط الفلك، ولا الفلك؟ الفلك السفينة ما لنا فيها هنا، الفلك يعني دوران الفلك، كبد السماء دوران الشمس إذا وصلت الزوال. هذا وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر. فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا اللي هو الزوال عن كبد السماء ووسط الفلك أو بغيره، أنتم يمكن يا شبان بعضنا أدرك المزولة، تعرفون المزولة؟ سمعتوا عنها؟ كانت هنا في الحرم. المزولة آلة تضبط الوقت على الزوال، سمونها مزولة. ولهذا الحمد لله تقدم العلم الآن بالأذان يدخل الزوال، والحمد لله مكفيين، ما حاجة أني أجلس أحسب متى يدخل الزوال، إلا عاد اللي في البرية. وحتى الآن وسائل التواصل أصبحت ولله الحمد والمنة واضحة. وش دليلنا أن صلاة الظهر تبدأ بالزوال؟ قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوالها، إلى غسق الليل. المراد بدلوك الشمس زوالها، قاله عمر وابنه وأبو هريرة وأبو برزة وابن عباس والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة والضحاك، واختاره ابن جرير. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، وفيه وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء وكبد السماء. وروى مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فأذن بالظهر حين زالت الشمس، زوالها ميلها عن وسط السماء. هذا بحسب ما يظهر لنا يا جماعة، بحسب ما يظهر لنا، لأن التكليف يتعلق بما يظهر. أنا ما أنا بجالس أتابع الشمس هي زالت يعني مالت ولا ما مالت عن كبد السماء، وأجهر عيوني وأجيب الميكروسكوب لا لا لا، ما يلزم هذا التكلف الحمد لله، ولا يشترط أن يكون في الواقع كذلك. يعني حتى لو، والمزولة يعرفونها آبائنا وكبار السن فينا، ومنه أن تنصب عود، تعرف الزوال، انصب عود عنزة أو عودا أو عصا مستقيم على أرض مستوية، ويجعل عند منتهى الظل علامة، فما دام ظل العود ينقص فالشمس لم تزل أو لم تزل. ومتى وقف، خلاص وقف الظل، معناه وقت الاستواء، وحينئذ تجعل علامة، علامة من رأس الظل ما بين العلامة وأصل العود هو الزوال. وهذا الحمد لله تجاوزه الزمن بالمخترعات الحديثة. وبعدين أنت ما تكلف
الله أكبر صلاة الظهر دخل الوقت. صلاة الفجر لا تجلس تقول قبل بعد، يدخلك الشيطان توسوس، لا سيما عند الإفطار. بعض الناس لا يروح يلحق الشمس، الشمس ترى ما تغيب أبد، يروح يلحقها وبيشوفها، كل ما لحقتها بيصير طالع. فليتنبه يعني، خلاص ما يظهر لنا بدون تكلف. هذا هو وقت الزوال. وإذا أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت، فتوضع علامة على رأس الزيادة، فإذا صار ظل العود مثله فهذا بداية وقت العصر. ووقت الظهر إلى يعني كون الشيء مثل فيء ظله، وهذه المسألة إن شاء الله لها تبع في الشرح والأدلة في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، ونسألك يا الله أن تصلح أحوال المسلمين، وأن تشفي مرضاهم، وأن ترحم موتاهم، وأن تحقن دماءهم، وأن توفق المسلمين إلى اتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وترزقهم الفقه في الدين، وأن يحفظ على بلادنا أمننا واستقرارنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع عنا الأوبئة والأسقام بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.